جزاكم الله خيرا أم محسن، أرسلت بهذا السؤال وكتبت بأسلوبها، تقول: بالنسبة للتصدق بالعقيقة يا شيخ المولود نقدا، أقدم هذا المال لإحدى الجمعيات الخيرية، هل يجزئ؟ هذا ليس عقيقة، هذه صدقة. العقيقة شعيرة لا بد من ذبحها، إذا كنت تريدين أجرها لا بد من ذبحها، ولا تكفي الصدقة بثمنها، لأن الذبح عبادة، و العقيقة تذبح في البيت وتوزع على ويؤكل منها، يأكل منها أهل البيت والضيوف ويفرحون، ويتصدق منها على الجيران وعلى الأصدقاء. هذا هو المقصود من هذه العقيقة. نعم.